الدين والمسلمين. كما قال عز وجل: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وكان القران العظيم كما تحدث الحق تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن هذا يكن عجبا ان صنع الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يحكي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وان يكن عجبا ايضا ان سمعه القسيسون والرهبان فكانوا كما ذكر القران العظيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول صار اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك ايضا كان احبار يقول كما قال حتى وجل قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يقولون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان احسن من ذلك ما جرى على لسان كافر مشرك هو النبي ابن المغيره الذي غلبه القران واغلق عن نفسه فكان ان قال كلمه الحق في احقر صدق مع النفس وكان لا زال يدخل في اثناء الزمن. وقد سمعت محمدا ثالث الكلام والله ما هو بكلام الانس ولا بكلام الجن ان له لحلالا وان عليه لضلالا وان اعلاه لرتب وان اسفله لرتب وانه لا يحمل ولا يتلى عليه وانه ليستحسن ما تحمل. ان القران العظيم شرف رسولنا وشرفنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم شرف لنا ان نكون من اهل القران هم اهل الله وخاصه وهدايته انما هي كما قال الله عز وجل ان هذا القران يأتي بالذي هي أعظم سنة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن كنا خير أمة أخرجت للناس. وشرف لنا أن نكون من أهل القرآن العظيم ومن العاملين مع هداة الله عز وجل. وخيركم من تعلم القرآن وعدل. وإنها تلحظة مباركة أن تتألق حول بحث في التفسير بالمقصود يراد به الناس الشيخ في التفسير معروف القرآن بحث يقدمه الصالح الناس محمد بن عبد الناصر وهو طالب علم مجد وباحث مساعد لا نفتح ذلك وانما نفهمه ولا نفهمه على الله عز وجل احدا. ولا نقول ذلك من خلال هذا الصدق الكبير البحث المقدم ولان الحكم عليه انما هو على اساس من حكم العالمين الجليلين ومع
العين القصر القلب في مكان اجود مكان القطع ولكن حكم عليه من خلال ما قدم من ابحاث علميه تدل على 30 بحثا في مكان الرسائل القطعيه وفقا لسنه ومنذ وسيره عند الرسول وشرح كبير لهذه الرساله ان يتولى هنا خلفها عن الكتاب ذات ذاته اشتركنا الكبير طويل الاستاذ الدكتور محمد بحيث اشترك توحيد القسم في تنفيذ كل فيه شرح قصير واستاذنا الدكتور عبد الفتاح عبد العاطي استاذ التسجيل في كلية أصول الدين الفاضلة ونقدر على بركة الله نقدم الطالب بدون كلامه عن هذا البحث والكلام الأساسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان من نعم الله سبحانه على عباده ان انزل عليهم كتبا وارسل اليهم رسلا فقطع عنهم بذلك الحجج والمعاذير واوصل اليهم الادله والبراهين والسنن والقوانين التي تكفل لهم حياة طيبة في دنياهم وأخراهم وامتن جل في علاه على هذه الأمة خاصة بإنزاله عليها خير كتبه وهو كلامه ووحيه وأرسل إليهم خير رسله وهو مصطفاه وخيره صلوات الله وسلامه عليه فختم بذلك رسالته لخلقه وضمن لهم حفظ هذه الرسالة وبقاءها إلى أن يرفعها بأمره إذا انقضى عمر الدنيا ولم ينفع الأنفس إيمانها من تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكان من دلائل حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب الكريم أن هيأ له كل ما يخدمه من تلك العلوم النافعة التي تتعلق بلغته ولفظه وتركيبه ونظمه وحروفه ورتمه وتلاوته وحفظه وتفسيره وتأويله وهيأ لها من عباده أمما أثنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا لأجله نهجهم فشرفوا بذلك أيما شرف. وإن من الخير الذي أراده الله بي والنعم التي أغدقها سبحانه علي بلا حول مني ولا قوة أن جعلني منتظما في سلك هؤلاء الصفوة أترسم طريقهم وأحذو حذوهم لعلي أكون من سقط متاعهم وأشرق بالانتساب إليهم أملا في أن أحشر محشرهم وأنشر منشرهم. فامتن علي سبحانه بخدمة كتابه تلك الخدمة المتواضعة المتمثلة في ذلك البحث المتعلق بالتفسير بالمأثور وعنوانه التفسير بالمأثور من أول قوله تعالى يسألونك عن الأهلة إلى قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم في سورة البقرة جمعا ودراسة وتحقيقا. والذي يهدف أولا إلى إفادتي وتمريسي في أبواب العلم المطلوبة للدارسين فيه وتقدمت بخطته لنيل درجة التخصص الماجستير إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وتمت الموافقة عليها من قبل قسم التفسير بالكلية. وقبل أن أشرع في تفصيل هذه الخطة أبدأ بفوق الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع سوى ما قدمته فأقول إن من الدوافع التي دفعتني لهذا الاختيار أولا حق فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة رئيس قسم التفسير طلابه على ذلك وتبنيه لذلكم الفكرة وإظهاره لأهميتها. ثانيا قناعتي الشخصية بضرورة تحقيق التفسير بالمأثور وتخليصه مما شابه من أمراض يأتي الحديث عنها في هذا التمهيد
وأهمية إبراز محاسنه التي شوه صورتها تلك الأمراض. ثالثا، جمع هذا البحث بين علوم الكتاب والسنة والتفسير والدراسة الحديثية، وهذا المصدر من الأمور التي ينشدها كل طالب علم، لا سيما من أحب علوم الحديث وطلبها بالإضافة لرواد تخصصه كحالتي. رابعا، اشتمال الآيات المدروسة في البحث على أحكام طالما تمنيت التوسع في دراستها، ومن أهمها الآيات المتعلقة بأحكام الحج. وأما خطة البحث فتتوالى من تمهيد ثم الموضوع ثم الخاتمة، وتفصيل ذلك كالآتي: أولا، التمهيد ويتضمن الحديث عن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع وخطتي له، ومدخلا إلى علم التفسير بالمأثور يشتمل على المطالب التالية: المطلب الأول، التفسير لغة واصطلاحا. المطلب الثاني، اسم التفسير والمدارس هما. المطلب الثالث، أهمية التفسير بالمأثور ومزالق التفسير بالرأس. المطلب الرابع، أهم كتب التفسير بالمأثور. المطلب الخامس والأخير، أمراض التفسير بالمأثور: الوضع، الإسرائيليات، الروايات الضعيفة. ولم أطل الحديث في هذه المطالب لأمرين: الأول، كون هذا البحث حلقة في سلسلة أبحاث مشابهة سابقة ولاحقة، جلها إن لم يكن كلها تتحدث عن هذه المطالب، مما يجعل الكتابة فيها بتوسع نوعا من التكرار وإضاعة الجلود. الثاني، ضيق المقام والهدف المنشود من المدخل يتم بدون التطوير، بدون التطوير لمن ما دام الاختصار غير مكلف. ثانيا، الموضوع، وقد قمت فيه بجمع الآثار الواردة من أحاديث مرفوعة وموقوفات ومقطوعات على التابعين ودراستها سندا ومتنا على التفصيل التالي. الخطوة الأولى، ذكرت الآيات أو الآية أو الجزء من الآية الذي يندرج تحته مجموعة من الروايات التفسيرية التي لا يحصل فصلها عن بعضها. الخطوة الثانية، صفت هذه الآثار مبتدئا بما كان مرفوعا ثم الموقوف ثم المقطوع، مستأنفا في الجمع وتحقيق دخول الرواية في تفسير الآية بذكر العلماء المتقدمين لها من أصحاب التفاسير. الخطوة الثالثة، قمت بتخريج تلك الروايات ودراستها دراسة حديثية في حاشية البحث، وشرحت في تلك الدراسة مسلكا حاولت فيه اختصارها بقدر الإمكان لتؤدي الغرض منها، وذلك وفقا لما يلي. قمت بذكر الإسناد كاملا من أحد المراجع التي أخرجت الرواية قال ما كان في الصحيحين لعدم الحاجة لدراسته، وحاولت الانتقاء إما لنظافة الإسناد وإما لكمال المتن الوارد بهذا الإسناد، ثم عقبت بذكر الطرق عند المخرجين الآخرين مع التنبيه على مواضع الاجتماع والافتراق فيها. اكتفيت بذكر الجزء والصفحة أو رقم الأثر مع بيان الطبعة عند الاختلاف، ولم أطل في التخريج، وإنما ذكرت من المخرجين من وقفت عليه، لا سيما إذا كانت الرواية في الصحيحين أو أحدهما، ولم أستقص إلا عند الحاجة للاستقصاء الحكم على الرواية. لم أترجم لأحد من الرواة المذكورين في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر لسهولة الرجوع إليه، واعتمدت قوله رحمه الله في الراوي في تصحيح روايته أو تحسينها. أما إذا ضعف راويا في إسناد ما بحيث تنزل رتبة روايته عن الحسن، فإني أذكر قوله فيه إشارة لضعف الرواية، وعليه فكل رواية قلت فيها إسنادها صحيح أو حسن أو نحو ذلك فإنما هي طبقا لحكم الحافظ على كل راوي من رواتها، لأنه ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو ربما وهم ونحو ذلك. وأما الرجال غير المذكورين في التقرير فأترجم لهم ترجمة مختصرة جدا للوصول إلى الحكم عليهم مع الإشارة لمرجع ذلك لكتب التراجم. حاولت جهدي البحث عمن حكم على الرواية سواء من المتقدمين أو المتأخرين، ونقلت قوله تقديما له على ما تبين لي، فإن كنت موافقا له سكت، وإن كنت مخالفا أشرت لما لدي من استشكال أو ملاحظة، واستمرت في الحكم على كثير من الأساليب المتكررة بأحكام صدرت عليها كنسخ من أهل العلم المتقدمين، وأذكر هنا من قسم المقبول من ذلك صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رواية ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس،
رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وربما وقف إلى الربيع أو جابته لأبي العالية. رواية سعيد بن أبي عروبة، ورواية شيبان، ورواية معمر عن قتادة. رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد من طريق عيسى بن ميمون وبرقاء وشبر بن عباس. هذه كلها حكم عليها بالصحة أو الحسن جمع من أهل العلم، ومنهم السيوطي في الإتقان، وفصل القول فيها فضيلة الدكتور اسم البشير في مقدمة كتاب الموضوع في الصحيح المسبوق والتفسير المذكور في مجلد الجامع الإسلامي. رواية عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي. رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء. رواية محمد بن الفضل بن موسى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن محمد بن مزاحم عن بقير بن معروف عن مقاتل بن حيان. ذكر رواية الحجاج عن ابن جريج القليل في الإرشاد كما نقل السيوطي، وأما رواية السدي فقال فيها أمثل التفاسير تفسير السدي. وأما الرواية عن مقاتل فقد ذكرها ابن حجر في تفاسير التابعين الذي عقبها بالتفاسير الضعيفة مما يعني صحتها عنده، ونقل ذلك عنه من العجائي في بيان الأسباب السيوطي رحمه الله. وأما قسم المردود فمنه رواية السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، رواية العوقي عن ابن عباس، رواية السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة، رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك، رواية جويبر عن الضحاك. هذه كلها ذكر تضعيفها ابن حجر والسيوطي. حاولت تقليد المهمل في المواضع المشكلة بقدر المستطاع، فما قمت بضبط قريب الألفاظ الواردة في متون تلك الآثار في أغلب الأحيان. اعتبرت الجزء المنثور أصلا في جمع هذه الروايات، ثم قمت باستدراك ما مد منه أو فاته عن طريق الاستقراء من المراجع الأخرى، كالتفسير المنسوب لمجاهد، وتفسير عبد الرزاق، وتفسير النسائي، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم وغير ذلك. وعليه فقد تقصدت الإشارة لما زدته من روايات على هذا الكتاب العظيم بقولي ولم يذكره السيوطي، فدليل على حاجة التفسير بالمأثور إلى استقراء أوسع وعدم الاقتصار على كتاب السيوطي رحمه الله. فجلبت في ذكر الآثار ما لا تعلق له وضدني بتفسير الآية، فبعض المسائل الفقهية التي تعتبر استطرادا، وكذلك ما يتعلق بالفضائل، لما أقمل السيوطي بذكره مثلا في فضل الحج والعمرة عند قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وما ذكره في فضل يوم عرفة عند قوله تعالى فإذا أخذتم من عرفات، وما ذكره في فضل الجهاد والمجاهدين عند قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وإنما اكتفيت بفوق بعض الروايات المرفوعة إشارة لهذا الفضل. الخطوة الرابعة، أردفت ما ورد من الآثار في تفسير الآية بمناسبتها لما قبلها من الآيات، ولم أطل في ذلك، وإنما اقتصرت على مرجع أو مرجعين من باب اكتمال السورة لحصول الفهم الصحيح لمدلولات الآثار. الخطوة الخامسة، قمت بجمع ما ذكره بعض المفسرين وعلى وجه الخصوص ابن جرير وابن كثير والرازي في تعليقهم على الآثار الواردة في تفسير هذا الجزء وفهمهم لها ونقدهم بمحتواها وما توصلوا إليه، وذلك لإعطاء صورة متكاملة لمجمل ما دلت عليه الآثار بالإضافة لنقد علمي لجهابذة المسؤولين لها وترجيح منهم لبعضها على نقد. الخطوة السادسة، بينت بعد ذلك الخلاصة التي توصلت إليها والفوائد التي تحققت منها بعد دراسة الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها وما يقدم منها ويعتبر بناء على نقد أهل التفسير، وذلك بذكر ما توصلت إليه إجمالا، ثم أفصل المناقشة في مباحث الآية بعد ذلك وأبدي رأيي فيما تضمنت الآثار وردود أهل التفسير عليها أو تقويتهم لها ونحو ذلك، مع الاستشهاد بالآيات القرآنية المؤيدة التي لم يسبق لها ذكر في كلام المفسرين إن كان ذلك متوفرا، وتخريجها بذكر اسم السورة ورقم الآية. الخطوة السابعة، عرجت فيها على بعض المباحث اللغوية التي تعتبر ذات أهمية في فهم النص والروايات الواردة في تفسيره، ثم بعض مباحث القراءات على اعتبار أنها داخلة في المحشور وهي مما يساعد في فهم دلالات الكتاب العزيز
وتحريت بيان المتواتر منها والشر. ثالثا الخاتمه، وذكرت فيها اهم النتائج التي توصلت اليها من خلال البحث واهميه هذا المنهج في فهم كتاب الله مع ذكر بعض التوصيات. واخيرا قمت بعمل مجموعه من المهام التي تفيد الاستفاده من البحث، وهي فهرس الايات القرانيه بصدى ايات البحث، فهرس الاحاديث والاعصار، فهرس اعلام المفسرين ومواضع روايتهم، فهرس الاشعار، فهرس المراجع، فهرس الموضوعات. بعض الاصطلاحات في البحث: عند إطلاق اسم صاحب الكتاب في التخريج فالمقصود أشهر كتبه، فإن قلت أخرجه أحمد فأعني في المسلم، والبخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة أعني في صحاحهم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني أعني في سننه، والحاكم أعني في المستدرك، وإذا قلت أخرجه من جرير أو من أبي حاتم أو عبد الرزاق فإنما أعني في تفاسيره، وهكذا. إذا قلت التقريب فإنما أعني به تقريب التهذيب، الدر فإنما أعني به الدر المنثور للسيوطي، وإذا قلت الحافظ فإنما أعني به ابن حجر، وكذلك إذا قلت ذكره ابن كثير في التفسير فإنما هو من تفسير القرآن العظيم له. استعرضت عن كلمة الدر هي عامة الحواشي بوضع نجمة مكانها هكذا، وذلك في حالة النقل بالمعنى من المصدر مثلا أو نحو ذلك. استخدمت للآيات القرآنية في هذين القوسين، وأما النقول التي بلفظها من كلام أهل العلم فوضعتها بين معقوقين هكذا. إذا قلت بحذف بعض الكلمات أثناء نقل عن أحد أهل العلم وضعت نطاقا هكذا للدلالة على هذا الحذف. شكر وتقدير. وقبل أن أشرع في مطالب المدخل المشار إليه في هذا التمهيد، ابتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، واعترافا بالفضل لأهله، أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والتبجيل لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور محمد علي الشيدازي الذي ساعدني أيما مساعدة وأرشدني أيما إرشاد وبذل لي من وقته وجهده، ما أسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة عليه ويمن عليه بالصحة والعافية، فقد كان بي رحيما وعلى وصول الخير إلي حريصا، فجزاه الله عني وعن سائر الزملاء الذين يستفيدون منه وينالون من علمه خير الجزاء. وأشكر أستاذي الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بشيري على تقبلهما بقراءة الرسالة وتحملهما طولها ومشقة تقويمها وقبولهما مناقشتها وإبداء الملاحظات التي أسأل الله سبحانه أن ينفعني بها وأن يجزل لهما العطاء والمثوبة على ذلك إنه جواد كريم. ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعطر الثناء للقائمين على صرح الأزهر وعلى هذه الكلية المباركة متمثلة في إدارتها وأساتذتها الكرام، ثم أخص قسم التفسير بالكلية على ما أتاحوه لي من هذه الفرصة الكريمة لتعلم العلم النافع ومحاولة خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، فجعلوني أشرف بذلك، فجزاهم الله عني وعن أمثالي خيرا وجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم. كما أنني بهذه المناسبة المباركة أدعو الله عز وجل لمشايخي وأساتذتي جميعا الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه فيما وصلت إليه من درجة علمية غفر الله لهم مما قدموه لي ولغيري أوزارهم وأعلى في الدارين حزهم ومنارهم. وأخيرا أشكر كل من مد لي يد العون وكان له علي شيء من الفضل في إتمام هذه الرسالة، وأخص منهم بالذكر زوجي وأبنائي وبناتي الذين صبروا على كثير من متطلباتهم وهيئوا لي جو الراحة والاستقرار في سبيل إنهاء هذا العمل العلمي في تلك الفترة القصيرة. أسأل الله سبحانه أن يكتب لنا المقام والممات في بلدة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعني وإياه في دار رضوانه إنه سميع قريب. وصلى الله على البيان البيان الثاني لبعثه شهر الشباب نظر لنقش هذا البحث وتناقش وتصرف هذا البحث في هذه الدوله المنتشره شامله للشيخ محمد الخليل وهو شارك غريب التعريف وهو شارك في الجسم الكبير وهو يقول لك ان يكون هناك
وهو الاستاذ الجليل الذي يبني الاحاده التي للمخالف المسلمين والتي يصيب خالصه او يشرك معه بما يمكنه من محرومات فريده نسال الله تعالى ان يجزيه حول ونفسه قدر المنافع العالميه وان يصيبه ابي الغزاه الاسلاميه وعباره العلم الجزئي مع طريق الاستاذ الدكتور محمد الحلمي قدر القدر المنشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والقائد النبيين سيدنا محمد الذي أتم الله بالحكم وأتم بالدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى جانب ويقين إلى يوم الدين. وبعد أيها الأمور سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن أسعد لحظات حياة الإنسان إلا التي يقضيها في مناقشة العلم ومناقشته، وخاصة إذا كان هذا العلم وتلك المناقشة تتعلق بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه باطل من جانب يديه وجانب قلبه، ذلك الكتاب الذي وضع الله فيه للبشر سعادة الدنيا والآخرة، ما يتمسك به يسار على الناس. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمثل ما كانوا متمسكين بهدي ومحفوظين بحقه فلم يكونوا ابدا اصدارا لقوله صلى الله عليه وسلم، فيما يقول كتاب الله الذي من تمسك به ضيق منه بعد هذا. هذا الكتاب العزيز قد بقي عناده سابقه من المسلمين على مر القرون وطوال الاسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، وهو كتاب للدراسه والبحث والكتابه واستخراج او محاوله استخراج دينه ولآلهه التي تنفع المسلمين في حياتهم وفي دينهم وفي نصارى. والبحث الذي بين ايدينا اليوم هو دراسه لقدر من كتاب الله عز وجل. قدمه الباحث الشيخ محمد رزق عبد الناصر قدرة من كتاب الله هو البقرة، يبدأ بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، إلى آخر قوله تعالى في حديث أولئك يقول أحد قومي الله يقول جوابا بالمسلم أي طريق التفسير المحفوظ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابته الكرام. والواقع أن رأت هذه الرسالة رأة متأملة، والحق أقول يعني قد أخذت منها كثيرا بما فيها من جهد وعمل مشكور، ولكن طبعا ليس هناك عمل كامل في حدود البشر، فكل احد يؤخذ من كلامه ويؤخذ الى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل حكم ومعاني وبلاغه وفصاحه. وقد لاحظت كثيرا من الملاحظات، بعضها عام وبعضها خاص وموضوع، وأعطي على الشيخ محمد أنه تأخر علينا كثيرا في إنجازنا في المهمة التي يتم تسجيلها. وأقول له: ماذا لو تمت مناقشة الرسالة قبل ذلك؟
بعد شهر من تقديم وبعد شهر من ميت. إذن لكان أماماً كم كبير من المعتبرات ومن الأخطار التي كانت تحتاج إلى المسلمين، ويمكنها هذا الحد الكبير من المحرم الذي يبقى أكثر من 10 صفحات صفحة ويأخذ من 35 صفحة في 10 صفحة، يعني ما يأخذ من 100 صفحة هذا خطأ جاد الحمد لله، يعني لا يعني تقول انك في صفحه خطه لكن هذا ليس خطه عليه على ان هناك اخطاء كثيره مرضى الصفحه عند رجال ولكن في أخطاء مظلومة مترتاحش لها برضا في المصحف في مصحف المراجع، فعلاً في مصحف المراجع كنت آمن أن يغير في وقت، ولكنك لم تجد عن أنك أعدته في التقييم في التقييم. نعم، وكان في بعض الخطأ بصري كنت أود أن أصليها على حسب الكلمة والعلم، بمعنى مراجع التفسير الأول، كل مراجع الحديث، كل مراجع السيرة، كل مراجع الكتب، كل مراجع الأول، وكل كم يوصف فيها كده. نعم. كلمت أحسن وأحسن. لكن إذا قعدت نفسي واستدركت ما سقط، فلا أزود التقييم من هذا الساعة، وكنت أود أن أعمل إيه؟ تغير في الأمر على هذا. لكن علشان يبقى أحسن وأوجب. الأخطاء الصغيرية والحق أقول قليلة في الناس. إذا الأخطاء الصغيرية هي قليلة، ولكن في ملاحظتان في هذا المجال. الأولى أنك كتبت الآيات القرآنية بالقصد لله، وكان ممكنا لو كتبته بالقصد الرسول، وهذا شيء ليس بالعسير عليه، ولكنه جهل ومن مخاطع المؤثر أن تكتب الآيات في الخط الحسناني، إلا الخط المصري. ولكنك كتبتها في الخط الإيماني فلا فرق بينها وبين الخط الثالث العادي. الخط الحسناني يجعل الآية بين الثلاثة والخط الحسناني المتبعة، يعني وأكون قد عدت بين الرسالة عن ذلك، وتبني للخط روعة وعظمة وبهاء لو طلقتها في الخط المصحف، خط المصحف برقم الآية في الضغط كلها. لماذا؟ في هذا المجال هي عليك ما قلت، وهي أنك تقصر الآية في عيد القصر. الآية تقريبا تقصرها في عيد القصر، لماذا؟
خير من ولله على الناس حج البيت يتخذ الله عليه وسلم شرطه المكر حين مضى على البيت لا شك ذلك. ابدا لا تجد ان الاتصال يعني يمكن ان يكون ما هو الاتصال
فلماذا علاقة بالمسألة؟ أيوة، إذا يكون شيء آخر أنه لأننا التزمت الأول بالمرفوع ثم الموقوف على الصحابة. كذلك يكون في كل آية. هي الآية هذه اختلف من الملأ الكبير لأن ما استطعتش أفصلها عن بعضها، يعني في بعض المواضع لم أستطع أن أفصل. لا فممكن تفصلها لأن مثلا وهو الانتقام جئت بها من الولاد واحد اثنين ستة ستة وعشرين سبعة وعشرين واحد وعشرين ثمانية وعشرين وستين نجحت. ومن ذلك الموضوع قلت هذه الليلة الأول لكافر أربعة رواية سبعة رواية ثمانية رواية واحد وعشرين. فكان ممكن نصف هذه الروايات ما لو تفرضها هيختلف ترتيب الحال. أنا التزمت به وهو وضع أول شيء الصحابة ثم التابعين وعن أول المفروض المفروض كل ذاكي في كل شيء نحن نقول مفروض بها الآية دي أي تحت المرضعات كلها في الآيات مرضعات لا مرة واحدة يعرف المصدقات ولكن تتفضل على كيف تتفضل على كده كل آية وقصر أن بها وكل جزء وقصر أولا بس هذا التفصيل المعلوم تكون شعور يعني لا يمكنك أرى كثيرا من التكرار في الروايات وخاصة في متن الرواية حدثت كثيرا من الروايات مع تكرار النصوص المروية عن الصحابة التابعين رضي الله عنهم وكان يؤتي بعضها عن بعض الآخر ما بين النص والضبط واحدة ابتدى يريد تسديد الرواية عن صحابي ثم بعد ذلك يكفي المتن مرة ومرة عن التابعين قصة الجامعة يعني أنا لو كنت ببحث عن التفسير فقط كان ممكن هذا الشيء. أنا ببحث عن التفسير فقط، أنا بدرس الروايات الروايات كان ممكن معروف عن بعض سبحان الله. أنا بدرس الإشارة والذكر يعني إذا لم أكون حقيقة أدرس الإسناد من جهة الهامش أي سبب نعم الهامش وليس الأصل رواية 79 علي بن عباس الموهوبة في قوله ثلاث كلمة من الهامش شاية عن علي بن أبي طالب أن تكون من الهامش شاية عن الحسن عن الهدي شاية كثير عن عطاء عن الهدي شاية عن الكردي عن الهدي سبع كان تحديد أربع ثلاثة ثم غطرت أربع فيها واتفيت أن الأصل اللي هو عن الصحابي أو عن الصحابيين الأولين هو فصل الكعبات والعديد بن أبي طالب واضح ثم تشير إلى أن رأى الإسلام لأن الإسلام يبدأ من كذا أو لأجل اختلاف المقاصد يعني مثلا ابن عمر كان له قول وعروة له قول أنت تقول أنت تقول وأعتقدت أن تقرر ذلك نعم صح لو اكتفيت الأصل اخترت من هذا الشيء الجميل وصرت عمال عليه الحمد هل فقط ذلك لفرق النظر عن 10 سنة؟ نعم. طب وإيه داعي إنك تحسب روايات المقطوع فيها كذا وفيها كذا والمقطوع فيها الشكل فيها الضعيف وبعدين تبان الفرق عشان الدراسة؟ نعم. طيب هناك طريقة كانت أحسن. نعم. الطريقة الأولى تبدأ بالصحيح. من فوق المقطوع أو موضوع المقطوع. ثم تتبعه بالقلم بعد ما تتقن المشروع ثم تبدا بالصحيح او هكذا يعني لو تكتب انما مش تاتي كمخرج ثم تبين هذا المشروع هذا ضعيف هذا موضوع في هذه الحاله بتبين قدم بعض الروايات الموضوعه على بعضها لأن ظن أنها مقطوعة وصحيحة وأنها مقطوعة وقد تمتنع
وقدرتها على الصحيحة حتى الفرق الصحابي أو الفرق فجعل الفرق هو التقييم وتقييم ما حقوق التقييم وتقييم ما حقوق التقييم. عندما تقول في الحاكية عن إسلام ما هذا إسلام صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير من الأحيان يقول أنا أحسن ذلك ما يكون التقييم. طب لم تتبع على الصفحة علشان أن أرجع إليه خلاص قلت هذا وشيك يسير يرجع يرجع الدولة على الإنسان على الثلاثة يعني الغرب فقط يكون صح الكلام يعني سهل أن يقول إسلام هو بالنسبة تقريب التأديب لأنه بيترجم لرجال الدكتور إلا الناس كانت فإذا ذكرت كل رجل بالصفحة هيسوي رجل يعني لابد الصفحة تقديمة خصوصا الهندي الحاضر بص مني في حضرتك شايف الاساليب كثيره من الرجال اللي هو لازم تدل على مهامه في التقويم هو السلام الذي يمكن ان يعني عشان ما يتعبش اللي ده واخيرا عشان يعني يتعلم هناك قرار مسؤوليه جديده الى حد كبير الرساله جاده في هذا العمل العلمي تتجلى في التعريفات المفيده والمناقشات الواعية لبعض آراء العلماء والتحليلات السليمة لبعض الآراء الأخرى والنص على مدى جوهر بعض الآراء العلمية للعلماء الأقارب وتوجيه بعض المآخر على بعضها الآخر يعني جزء في بعض الأحيان تابع إلى تخطيط الدين بدون وجه يديه وهذا كله أقصى العمل العلمي يعني مرتا حسنا ودل على فهم جيد لنتائج هذا البحث وهذا شيء يذكر لبابه في مجال الاعمال والتسجيلات ان شاء الله. بعد هذه الملاحظات العامه ننتقل الى بعض الملاحظات الخاصه واقول بعض الاسئله كثيره وعشان يكون سؤال جميل يعني ساتعرض لبعضها دون الكل. صفحة الإمام محمد يقول بحث مقدم في وزارة العالمين الأمريكية اللي هي التخصص الجينات سكعات طيب التخصص الأمن العالمي في التراث وإن هو سلكت نحن في الموضوع لا خلينا نطلع من دفع يعني أخطاء في الأمة له في الموضوع من التراث التخصص الجينات الفصل الثاني مرشد ألا لكن ألا هي تنطق مغارب لكن تنطق مغارب ألا كان في منصور المسؤولة بسرعة عليها لابد في ذلك المتازج يقول أما بعد فإن جميع الناس كانوا على ذلك أن أنزل عليهم كتبهم وأرسل إليهم رسلهم أيهما أولا؟ أرسل رسله وأنزل كتبهم حتى نكون في الطبيعي أنك فيه يصرح قدمت على هذا لأنه متعلق بشيء القرآن الكريم وما هو يخرجش؟ ما يخرجش المعنى أرسل من الله وأنزل كتبهم وفيش يعني أي حاجة طب الخط الثلاثة المقدمة أيضا الخط الثلاثة مقدمة الفقر الرابع والذي يأتي أولا إلى إفادته وتمريره هي فقر صحيح مربطة تمربطا ولا تمريرا كرم تكرما وتكريما لا تكرم هي تمريرش منظر مرة مرة إنها الله في ذكر منظر تمرة ونعيما نعتبر إلا مربطة تمرزا البحث يمرسني تمريرا عند مرقص الطوارع لما أحدث التمرق من خلال إفادته وتنبيه تمرقص يعني تمرقص لا مش تنبيه تمرقص الطوارع المطلق تمرقص في ثانية نفس الصفحة ثانية صفحة كده قناعات شخصية تدعو ضرورة تحقيق التكفير من المأذون وتصنيف مما شابه من أمراض يأتي الحديث عنها في هذا التلميذ وأهمية إبراز محاسنه التي شوه صورتها تلك الأمراض. صورتها تلك الأمراض؟ نعم.
قول تلك الأمراض شوه سيرتها من تلك الأمراض. قول أن نعم تبين خسرة الدكتور مثل هذا يقاطر أي صلاة يقول تلك نعم شوه المعنى السلم شوه سيرتها تلك الأمراض. لقد أرضعت لها أفضل في محتها وبرضو أشبت مثل هذه الخطة الخمسة مقرر دقون الخطة الخمسة وفيها لفظ ذلك بأحد الخطوات المنزولين وعلمت ذلك تقول الخطوط ذلك وعلمت خلاص الخطوط الخطوحين يعني أنت لم تضرب بأحد الخطوات في دهور الخطوط في هذا الخطوط لأن الدهورين في تحديد التهليل فقط. طيب هل يدخل على أي واحد أن يرجع إلى تفسير أي آية إلى فيلم جديد أو إلى فيلم أو إلى رجل بمثل تقرير التهليل والتكبير ومجلد مثلا واحد وعلى الأحد في الجزائين يعني يدخل على كيف هذا؟ لا بس مش يعني يدخل على كل واحد يرجع إلى التفسير إلى الفيلم موجود الفيلم موجود الرجل موجود الحياة موجود كل موجود فعملت مثلا لم يدخل إلى كل التفسير يعني حضرتك لاحظت عليه ملاحظة وهي تكرار الروايات اللي هي يعني متحدة في المسلم على الرغم من اختلاف مثلا الإسناد والصحابي أو التابعي أو كذا يعني هذا كان يطور رسالة جدا جدا ويعني أن موضوع رسالة في المسلمين طبعا التفسير فرجال الإسناد يعني لو كنت صف أو اكتب عن هذا العلم ثم قلت استدراك ما نبدا منه اوفاته عن طريق الاستقراء في المراجع الاخرى كالتفسير المنسوب للمجاهد وتفسير عبد الرزاق وتفسير النسائي وتفسير ابن جرير وتفسير ابن ابي حاتم وغير ذلك. وعليه فقد تقصدت الاشاره الى هذا زياده المبنى تدل على ليس المعنى بالفعل قصد احد تفعل وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص الكتاب الكريم. هل ذلك اعتبر تعليم الرسول المسلم؟ والله انا هل يعتبر هذا التعليم؟ ولا توضيح ولا توضيح؟ التعريف يكون بأن ذلك التعريف هو من حقيقة دكتور انا هذا الشيء كله من مبحث ذكرت انا مقدم الفيلم ومهما لكلام انا لسه لسه لحظه على المراجع التي تحتاج اذا كنت الفتره الثانيه على الاولى كيف ان تكتسب الاسلوب العلمي الصحيح التعليم المنطقي الكامل الواقع الواقع لما لا يجب تعليما في المعنى الواقع الخلفه فيما اعتبرته تعليما او مزيدا لانه تعليم لا يمكن ان يكون مع ان في خلاف الليل والعلاء يكون باعتبار تصوير التابعين من الماثور او من غير الماثور غير الماثور وهو واضح انه جانب عن تصوير التابعين. هذا التحديات يا دكتور ذكرت على انه يدخل تحت تفسير الماثور تربيته هذا التعريف صحيح دكتور يعني تربيته هذا التعريف ورايت هذا القول يعني وحققت هذه طبعا انت نقلت كل الكتاب من عده مراجع ولم تستعمل كلمه الحب ولا الاعلام التي عليها ان يفعل الحب عليها.
لو انت انظر لانك لم تنفصل بالحق فلم تضع الاعلام ولم تضع كلمه انظر لهذا علما بان هذه الحركه المصريه الكامل كان تحديدا للمعنى والتصرف وليس للنقص لذلك نعم برضو يصير حتى علميه وحط رغبه فيها شرط النظر عن كل صح او خطا ولكن كلام يبين من اين يستفيد التفسير بالراي المحمود هو التفسير بالراي الموافق لكلام العرب مع الموافقه من كتاب السنه ومراعاه الشروط التي يتوقعها من فتره وأما تفسير القرآن بمعنى توضيح معاني الآيات النازلة فهذا يحتاج يكون كلها من باب يعني أنا قلت الآن من القرآن أحدث عن عقيدة الملائكة والأنبياء وكتب من النزلة ويوم الآخر والقدر هذه أخذ جانبا عظيما من حديث الرسول عليه السلام فإذا وقدر آخر يتحدث عن العبادات والأحكام الشرعية مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم والنكاح والطلاق والبيع والطعام وهذه أخذت قدرا كبيرا أيضا من حديث إذا من اختلف من اختلف الصحابة من أخذ في مصيبة في بعض الألفاظ لحظات لا مش كم من أطلاع أحسن سواء ولا من كده في المحل سواء في الشمال فلا الآن ما كلمة صاد ولا كلمة صاد وترك الباقي لعلماء الامه الى ان تكون الساعه في كل عقل يستخدمون اعجاب القران ويتبنى اعجاب القران في كل وقت وفي كل حين وهذا من مقاصد سبحانه وتعالى ان يغنى اعجاب القران ذاتيا تنزيل اياتنا في الاثار التي انفسهم حتى يتبين لهم انه حق فلما تقول الكبر سيئه من المقصود أنت ربطت ما يقوم بجهلة في تفسير الإسلام الرابع من أن تعلم عليه وإيران هذا القول على هذه الصورة يعني أن الأمراض عن ذلك فهذا القول صحيح مع أنك لم تستفد في تاريخ المسيح مثل الرجل على كلام الرئيس تقول ولذلك قال بعض العلماء
بعض الجهود مش انا الاستاذ لا تحمل كل كلمه الا تسويه هذا نقلا عن السوق ايوه تعلق عليها شيء واحد يشوف تعلق عليه تعلق عليه يقول لا يا شيخ فيه تسويه وفيه علم وفيه عقيده وفيه كل شيء يعني تشهير واحد لا لكن هذا صح لابد ان تعلق على هذا هذا الكلام قال بعض العلماء فيه كل شيء الا تسويه نهاية إسلام العداء عن العمل قبل الإسلام لأنه صحيح يعني حق فرقتها خير لأنه تضبط من يوم الإسلام أكيد ترى عشرين الفقر الخامس وما حرى الله به صاحبه من سبب التربية ماذا تعمل كما صاحبه؟ صاحب العلم هذا انما ممكن نقرا ان التفصيل الغرض نعم والتفسير المنسوب اليه يعني صاحب هذا التفسير يعني صاحب هذا التفسير يعني طيب انت اخرت النسبه اليه في الفصل الثاني يقول ولكن الفصل الثاني لا فكيف تفصل نسبته في الفصل الثالث وتنسيه في الفصل الرابع؟ هذا على الجديد المتوالد عليه لا يتوالد يبقى الوقت زي نعم هو ما حب الله به من نسب اليه لان في كلام الصلاه الخاطئه حبك الف من الجزيره عملت مين؟ سلام الحجر عملت حجر طيب التقل الى الاصل ابن عباس رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل بينهم حل حتى الكفر حل الكفر يعني وقت قانون الكلمات هذا حل حل العقل حل الكفر والضعف انما الجسم حل تزيل ان يقف قانون الكلمات حتى لو كانت مصادر حل الكفر يحبها لذلك رد يرد وحل من مكان كبير النزل والمحل المكان الذي يقال به والحلم للكسب الحلال في القران ولحلم الدين اجلها ومجاله حتى يجب ان يحل له يحل له فلم تحسن به يحل له وحل الدين يحل الكسب قبولا وحلا ومحلا جاء تفسيره لكن في الصف العشرة فكانت من المعتبرة لأنها تكون في هذه الأيام والآخر من القاعدة ونبدأ من أين هذين وأين هذا في النظر والله في الحقيقة ما أقلت بتفسير أحد الرأيين لأن فدورك من الموازنة الصفية ليس النقل فقط التفسير المأثور أنا أردت ذكر فقط الأشياء هذه على بيان على يعني أساس لا الشيطان جئت بشيء تلتزم به ما جئتش فيه على أساس تكلم به ما دمت ما دمت قد أساس لآراء العلماء لابد أن تبان بينها ظاهرات الدين من التحت أن تنظر من أجل من ذنب وتركز على دليل وهكذا ولكن جئت من التدين يحصل اللقاء المقصد عن الأيام كما يمكن تقول وما كان فلان أو القهوة أكبر أو أليس من مقام كذا لا بد أن تقول هو يمكن لابد أن تقول هذه فترة 20
واحترمه العلماء ولهم الصغر المقصود فيها
إنما ما أظنش أن الإباحة والإباحة لهذا الحكم جمعة ترش على المجال والمجال أنت ترش على المجال الذي أنكر الجمعة الذي أنكر جملة وتفصيلا لما شد من شد ولم يحصل ذلك إلا من جهل أن ثابت أنكر الملك جملة من شد من شد إلا أنه وقفت عليه البحر انتهت الجملة عند المرضي ثم قلت كما شد من شد ولم يحصل ذلك إلا من جانب المكاذب فأنت فأنكر النفس جملة وتفصيلا هذه جملة اعتراضية يعني لو سمحت لو تركنا الجملة ولم يحصل ذلك إلا من جانب المكاذب يكون كلام كما شد من شد فأنكر النفس جملة وتفصيلا فاعترضت ولم تكن الاراء الوهيه تكتشف الاراء الكهاليه بعد كده
لبعض العلماء يعني ما يجيش على ما هو خطور ولكن يحدث برضو أعراض اجتهادية. كانت جاهزة أن تستصحى لغة تركيا للأقار وهي ما ترشد من أول تفسير الآية. وكان عليك عندنا مقال عندما قلت من قبل حين أن يتفسير وفي الآية إلى باحث شرط لذلك أن تكون إذا حدث غير خطار للإنسان ليس لخلاف آراء علماء إسلاميين لأنك أنت حملت على تفسير الآية أولا وقلت من بعض الذين في الآية لا يكون مريدنا كما فعلت هنا وبعض هذه المباحث جيد ويحمل الى الجيد وتحقيقات بعض الاراء او تعقيدات على بعض الاراء بصوره جيده. وهناك دليل كثير جدا على هذه الاقوال التي تركتها في فصل جوليا 64 وكان الرد من الاراء السابقه. فيعني ولكن فيها النقطه اللي عايزه اتكلم فيها قولك في فصل جوليا 65 هو كده السابع داخل الصفحه ذكر الشوكاني رحمه الله مرة أخرى كلام غير مقبول. شوف كلام غير مقبول على الشوكاني. لأن اتهم أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل عليه ليس كذلك ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر يعني الشاهد اتهم أبا أيوب يعني الشوكاني رحمه الله اتهم أبا أيوب وكل من وافقه في قضية الإنكار على اعتبار الحامل على الجيش. طب ما قلت كده ما تجيبش دورات العبارة فاتهم أبا أيوب ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل على عرف المرأة في الشقوة على ثلاث مرات قبل يعني فاتهم أبا أيوب والموافقين والعارفين له أيوة المنكرين على من اعتبر ده طبعا من هذا والموافقين له المنكرين على من اعتبر الحامل على الجيش وحده من يكون تحت الأيدي. نعم طيب نعم لأنهم ظنوا الشيطان يقول لأنهم ظنوا أن الآية التي نرى في الدولة وقال وهو ظن فاتبعه لغة العرب. نعم يعني هو عايز يوسع الأخ الثاني يقول عليه أن أبا أيوب الصحابة اللي معنا على الدكتور يقول ظنوا أن الآية لا تزال السابعة الصحابة ظنوا أن الآية لا تزال السابعة يعني أنا اللي أثارني أيضا طريقة الكلام على الصحابة ثم قال ظنوا تدفعه لغة العرب هم أهل الوحي هم أهل الباهي ممن تعلم الشيطان ده هو هو يمشي يشوف الصحابة على أول على أيوب مكان وبعدين يعني أنت بعد كده أردت أن تحمل الآية على معنى أن تحمل كتب الآية ولا تنقل اللغة على معنى في الآية فقط. نعم. كيف لأنها ترتبط بما اتفقناه بعدها في الآية. في العبرة بنور الله في الخصوص نعم هو الآن كل فقط بنور الله إنما ذكرت النقطة دي أن لا يتعارض مع القاعدة المتفق عليها أن العبرة بنور الله في الخصوص الثاني. لكن لابد من الأخذ تفسير الآية. قلت نعم. طيب ازاي بقى؟ يعني اذا ما قرش اولا كل آية له في آياته معنى ولو تركته عن آياته كلها معنى ثاني. نعم. طيب كيف اتكلم عن آياته؟ أعود لو قلت لك احذر ان مرض الاحتلال او لما نقص المناعة مرض خطير فإياك هذا المرض الذي ليس له علاج حتى الآن ليس الدواء ولا كنت واعي به في مكانه. لا هذه اللفظة التي ذكرتها في قصتك تعتبر يعني مقتبسة من القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا وفاطمة قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكن الآية نزلت ما الذي قصد بها وما الذي والتوجيه ليس لها معنى هي آية معنى ولها في كل وقت معنى نعم لا في كل وقت معنى لأن كل شيء ما أقدرش أصرف عن الآية بل القرآن هو إعجاز أن كل جملة في الآية لها معاني داخل الآية وخارج الآية لا نقص نقص يعني هذا نقصي أحصر قوله تعالى ولا كنت أولئك يجب أن تهدوك على إطلاق الصريحة لا كل شيء يقص منه
أن يهلك الإنسان أو يؤدي إلى الفشل أو كذا أو كذا يصل في قوله تعالى تحذير القوي ولا يقولوا ما يجب أن طيب هو الدليل ما خلق وما لا الثاني لا يستفيد الأستاذ من
إذا أمحت السنة لبحر الجلدية ذبح بعض البوغي اللي ضحاها في الجلدية في الحق في الحلم لأنه أراد أن يذبح في الحرم فصدته قريش عنه كل المنطقة وكان يعمل وكيف ممكن ألا يذبح أن يرسل لهم عن الجلدية لأن لم يستطع ما هو هذا الذي